أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من اتجاهات الصحافة، ونناقش اليوم حكومة الوفاق وتحدي انتشار السلاح، الأزمة الليبية، أخطاء أمريكية وعودة روسية، توحيد مؤسسة النفط والنتائج المرجوة. أرحب بضيفنا اليوم عبر سكايب من دبلن الكاتب الصحفي آدم رقيق. أهلا وسهلا بك سيد رقيق. أهلا وسهلا بك. في ظل التحديات التي تحيط حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، يبرز تحدي انتشار السلاح والجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، حيث تعدد الولاءات والانقسامات لهذه الجماعات، وهو ما يصعب مهمة أي حكومة تتولى مقاليد الأمور في ليبيا وفقا لمراقبين. من جهة أخرى، يعرب كثيرون عن تفاؤلهم بنجاح حكومة الوفاق على الأقل في الغرب الليبي، لاسيما وأنها تتخذ خطوات تعكس مؤشرات إيجابية رغم كل الصعوبات. أشار الصحفي شمس العياري في تقرير على الموقع الألماني دوتشي فيلا إلى أنه وسط تعدد الولاءات والانقسامات في بلد تحول إلى مخزن للسلاح ومرتع للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، هناك مؤشرات على تحقيق حكومة السراج خطوات على درب بسط سلطة الدولة على تراب ليبيا، فهل ينبئ ذلك بتحول نوعي في الأزمة الليبية؟ وقال العياري: أخيرا وبعد أكثر من 3 أشهر من دخولها إلى طرابلس، ها هي حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة تباشر عملها من مقر رئاسة الوزراء في طرابلس في مؤشر إيجابي على بداية بسط نفوذها شيئا فشيئا على الأقل في غرب البلاد. ونقل الكاتب عن مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف رياض الصيداوي قوله: هذه خطوة إيجابية بما أننا نتحدث عن وحدة وطنية، لكن العراقيل الميدانية كبيرة وكبيرة جدا. ويوضح الصيداوي قائلا: هناك مئات الميليشيات المسلحة وكمية الأسلحة هائلة في هذا البلد، كما توجد عصابات وتنظيمات إجرامية أخطرها تنظيم داعش. وقال الكاتب: إن ما يزيد الطين بلة أن الكتائب المسلحة في ليبيا، وهي كثيرة، عادة ما تدين بالولاء للمنطقة التي تنحدر منها أو للقبيلة التي تنتمي إليها وليس للدولة. وأوضح أن التمزق والفوضى تستغلهما المنظمات الإرهابية لنشر الرعب في دول الجوار، وأخرى لكسب أموال طائلة من وراء تهريب البشر إلى السواحل الجنوبية لأوروبا التي لا تبعد سوى 480 كيلومترا عن الساحل الليبي. سيد رقيق، ابدا معك المحور الاول. صحفي شمس العياري في تقريره على الموقع الالماني دوتشي فيلا تحدث عن التحديات الامنيه امام حكومه الوفاق الوطني سواء في طرابلس او في باقي المدن، هل حققت في تقديرك حكومه الوفاق اي نتائج في هذا الملف؟ بالنسبه للملف الامني، الملاحظ ان حكومه السراج عجزت على توحيد جتات المؤسسة العسكرية في ليبيا. العجز كبير جدا. يعني الشيء الوحيد المطمئن في ليبيا أن كثير من هذه الميليشيات أو هذه الكيانات العسكرية تحافظ على الأمن والاستقرار أكثر من محافظتها على خلق المشاكل. هذا هو المطمئن. لكن في هناك كثير، يعني هناك مجموعات قد تكون صغيرة أو هي التي يعني تسعى لتشويش الأمن. الإشكالية الكبرى، يعني التحدي الأول أمام حكومة السراج، هو في عدم قدرتها على توحيد كل هذه التيارات أو كل هذه الكيانات العسكرية في منظومة واحدة تستطيع أن تتعامل معها. نعم. طيب، مستوى عمل الحكومة في طرابلس الذي تحدثت عنه الآن، هل يعكس حجم الوعود التي قدمتها الدول الغربية لسيما أوروبا لحكومة الوفاق الوطني؟ لا لا لا، الغرب يعني أعطى مثلا يعني استبشر بهذه الحكومة وأعطى طمأنة وأعطى مثلا وعود بأنه سوف يدعمها، لكن إلى الآن لا توجد أي دعم حقيقي على الأرض، لأن الدعم يحتاج إلى استقرار وأمن، وهذه الدول لا تدعم من غير
من غير وجود استقرار وأمن. فالوعود شيء والعمل شيء آخر. الملاحظ الآن في حكومة السراج يعني الوعود التي كان يعني يرتقبها المواطن بالأخص في طرابلس كانت كبيرة، أبعد من الأمال أو أبعد من الواقع الذي طبق من هذه الحكومة على أرض الواقع. الآن يعني تجاوزت 100 يوم أو 3 شهور أو أكثر، وما زالت إلى الآن يعني حتى في القضايا البسيطة جدا لم تستطيع أن تطبق أي شيء. نعم. وهذا عجز كبير، يعني مثلا إلى متى؟ هناك بعض القضايا تحتاج إلى حلحلة سريعة. هناك الآن يعني مشاكل في تأمين طرابلس قد تخرج لاحقا، يعني في خلال 2 أو 3 أسابيع قد يكون هناك مشاكل جديدة غير موجودة في السابق. يعني حتى الأمن الذي كان مسبب نعم. في طرابلس طيب الآن من جهة أخرى يعني مع السلبيات التي ذكرتها، ولكن العياري يعني اعتبر مباشرة حكومة الوفاق لعملها من مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الذي لاقى ترحيبا دوليا أيضا اعتبره مؤشرا إيجابيا على الأقل في غرب البلاد. الانتقال إلى المقر الرئاسي الرئيسي في العاصمة، ما الذي سيضيفه في عمل الحكومة في طرابلس؟ لا أعتقد الانتقال إلى المقر سوف يضيف شيء، لأنه عبارة عن مقر، يعني هي كانت تزاول مهامها من القاعدة العسكرية البحرية، والآن تزاول مهامها من المبنى الآخر. فلا أعتقد أن هناك أي شيء إلا عبارة عن إضافة المكاتب. كثير من الشخصيات التي كانت تعمل في هذه الإدارات الآن سوف تنضوي تحت حكومة السراج، لكن لا يوجد هناك أي بعد يعني مطمئن من نواحي أخرى إذا لم تسعى هذه الحكومة في توحيد جهودها في القضايا الأمنية. نبقى في الملف الأمني. مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف رياض الصيداوي أيضا تحدث عن العراقيل الميدانية بوجود الكتائب المسلحة وانتشار الأسلحة. كيف أصبحت تركيب التحالفات التشكيلات المسلحة عامة من بعد دخول حكومة الوفاق إلى العاصمة؟ الآن كثير بعض التكتلات الكبيرة في ليبيا تبحث على أن يكون لها صوت في هذه الحكومة. بماذا؟ بالسيطرة على أكبر جزء من الأرض، مثل ما يفعل مثلا حفتر في شرق ليبيا أو يفعل غيره في غرب ليبيا. لكن هذا ليس مؤشر، يعني مثلا وإن سيطرت على مثلا منطقة معينة، لكن الحقيقة أن هذه التكتلات يعني الأصل أن تفكر بأنها هدفها الأساسي حماية المواطن وليس ضرب المواطن. الآن مثلا يعني تركيبة المؤسسة العسكرية والتطاحن ما بين هذه التكتلات والكيانات، من المتضرر؟ المتضرر المواطن ليس هم، يعني وإن يعني يحصد الموت منهم الكثير، وإن يحصد الإعاقة تحصد منهم الكثير، لكن لا يستوعبون ما هم فيه. نعم يعني هذا دور هذه الأطراف أو ما قامت به على الأقل في الواقع، ولكن قصدت في سؤالي عن علاقة هذه التشكيلات وتغير التحالفات من بعد دخول حكومة الوفاق. هو في بالنسبة للتشكيلات الآن يعني بعد دخول المهدي البرغفي كوزير للدفاع تغيرت كثير من التشكيلات بالنسبة للمنطقة ككل، ليست مثلا المنطقة الشرقية والغربية، وأصبح هناك مثلا يعني كثير من الولاءات في المنطقة الشرقية أصبحت ولاءها لوزارة الدفاع، وهذه أثارت مثلا شق لصف مجموعة الكرامة. بالإضافة إلى المنطقة الغربية، بعض الكيانات هذه لا تريد أن الولاء لحكومة السراج وتريد أن تقوم من كيفها بالدفاع عن الوطن أو حماية الوطن أو تخليص الوطن من الإرهاب والتطرف، وهي الآن مثلا تقوم بدورها في سرت. ليس كل من في سرت تحت عملية البيان المرصوص على ولاء تام مع حكومة السراج، جزء منهم غير منسجم مع هذه الحكومة. نعم. إضافة إلى التشكيلات الموجودة في الزنتان وغيرها، إضافة إلى التشكيلات الموجودة في داخل طرابلس لتأمين طرابلس، هذه كلها يعني لديها مثلا مصالح وسياسات تختلف كل واحدة منها عن الأخرى، وكل واحدة يعني ترى في نفسها هي الأفضل وهي الأصلح وهي الأسلم، في حين أن جميعها
جميعهن مثلا هذه جميع هذه التشكيلات باختصار لديها إشكالية الولاء للوطن أو الولاء للدولة في ظل هذا الخضم. وصلت فكرتك في هذه النقطة، وبهذا ننتقل للمحور الثاني، ابقوا معنا. وسط ما تشهده الساحة الليبية من تحركات دولية، يعد الدور الأمريكي من أكثرها تأثيراً منذ 2011، وفيما تعلن الأوساط الأمريكية بعد 5 سنوات من الثورة الليبية عن أخطاء استراتيجية في سياستها تجاه البلاد، يظهر التحرك الروسي مؤخراً والذي يراه البعض عودة للثقل الروسي إلى المشهد الليبي. بيّن الكاتب بيل باول في مقال على موقع مجلة نيوزويك الأمريكية أن استراتيجية القيادة من الخلف للإدارة الأمريكية سمحت لحلف شمال الأطلسي الناتو بقصف جيش معمر القذافي، وتسببت في مقتله من قبل الثوار سنة 2011، وكان الهدف من هذه السياسة الأمريكية أن تكون مختلفة عن سابقاتها على اعتبار أنها قوة ذكية مقارنة بالقوة الغبية السابقة. وذكر الكاتب أن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا مكنت فريق أوباما من إيصال رسالة مفادها: نحن أذكى من فريق الرئيس السابق جورج بوش الابن، الذي تورط في حروب كبرى في أفغانستان والعراق بكلفة هائلة في الأرواح والموارد، وهو ما دعته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون فيما بعد بالقوة الذكية. وأضاف كاتب المقال: غير أن أوباما اعترف في مقابلة له مع ذي أتلانتيك بأن أكبر خطأ له كرئيس كان التورط في ليبيا وعدم التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع، كما ألقى باللوم أيضا على رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون لعدم الاهتمام بالمرحلة، وعلى الفرنسيين لعدم متابعة تأمين البلاد، ولكن خطأه واضح جدا أيضا. ذكر الصحفي بجريدة الشروق اليومية الجزائرية فوزي حوامدي في تقرير بعنوان روسيا تتوسط لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا أن روسيا شكلت في الآونة الأخيرة قبلة مشتركة لأقطاب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، متمثلة في زيارات متزامنة لكل من خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الليبي، وعقيل صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به في طبرق، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الموثق عن حوار المغرب. ويقول الأكاديمي الليبي رجب المريض أن زيارة عقيلة ومعيتيق وحفتر لها تفسير واحد، وهو أن لغة القتال والسلاح المستمر بين فجر ليبيا وعملية الكرامة لن تأتي بحل، لذلك فإن أطراف فبراير المتنازعة على السلطة تبحث عن مخرج يكون لروسيا دور فيه لأن حفتر مدعوم من روسيا. وعن الموقف الروسي يقول المريض إنه ليس مثل الموقف الأمريكي والغربي، مضيفا: لو أجرينا حوصلة عن مواقف روسيا من الثورات العربية نجدها تتحرك وفق مصالحها الاستراتيجية ومراعاة صراعها التقليدي مع الغرب وأمريكا. فروسيا لم يكن لها موقف واضح في الأزمة الليبية مثلما فعلت في الأزمة السورية، إذ استخدمت حق الفيتو ضد القرارات الصادرة بالخصوص ضد سوريا، وهذه المواقف جعلت روسيا تخسر كثيرا في تركها ليبيا أمام الهيمنة الغربية، ما أثر في مصالح روسيا في منطقة جنوب المتوسط وشمال إفريقيا. سيد رقيق، بداية الكاتب بيل باول على موقع مجلة نيوزويك الأمريكية يقول إن أمريكا اعتمدت استراتيجية القيادة من الخلف التي سمحت للناتو بالتدخل عام 2011. كيف يبدو لك مسار تدخل أمريكا في الأزمة الليبية؟ هل تعيره أي اهتمام كما تنشر الصحافة؟ نعم، يعني هي أمريكا مثل ما قال التقرير، يعني هي خائفة من تورط في حروب استنزاف مثل ما حدث في العراق وأفغانستان، يعني وهناك أزمة كبيرة جدا يعني في عدد القتلى من الأمريكان والأضرار الاقتصادية التي نجمت عن هذه الحروب، فلا تريد أن تتورط مرة أخرى في أي حرب ثانية في المنطقة، بالأخص المنطقة العربية والإسلامية، فهي بالإضافة تريد أن يكون لها يعني دور إيجابي لكي تكون صورتها إيجابية في المنطقة العربية والإسلامية. يعني هذه الأمور تجعل من الأمريكان يعني يتوجسون خيفة من أي حروب مستقبلية في المنطقة العربية والإسلامية. في مسألة ليبيا فعلا أمريكا كانت خلف
خلف الناتو، دعمت من الخلف فرنسا، بريطانيا، إيطاليا. إلى الآن ما زالت أمريكا تقف خلف إيطاليا في موضوع العلاقة مع ليبيا. وهذه المساندة يعني حتى لا يكون لها مثلا أثر مباشر في أي نتيجة سلبية أو إيجابية تجاه ما يحدث في ليبيا. نعم، وهنا الكاتب ذكر أن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا مكنت فريق أوباما من إيصال رسالة مفادها: نحن أذكى من فريق رئيس السابق جورج بوش الابن الذي تورط في حروب كبرى، وهو ما سمته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بالقوة الذكية. سؤال هنا، هل وصلت هذه الرسالة فعلا؟ نعم، يعني الآن يعني الكثير من السياسيين الليبيين وغيرهم يعني يجد نفسه، شوف الآن مثلا الكثير يذهب إلى روسيا، إلى إيطاليا، إلى فرنسا، ولا يوجد يعني قلة من يعني يريدون أن يذهبوا إلى أمريكا، ولا توجد مثلا موضوع أمريكا في الصورة. وهذا طبعا هذه رسالة ذكية من أمريكا، يعني هي استطاعت أن تبعد نفسها عن الصراع الداخلي في ليبيا. نعم، طيب بالحديث عن الدور الروسي، الصحفي الجزائري فوزي حوامدي تحدث عن ما سماه عودة الثقل الروسي إلى المشهد الليبي، في إشارة إلى زيارات حفتر وعقيلة صالح ومعتيق لها. ما الذي جعل روسيا تتدخل مباشرة في القطاع الأمني والاقتصادي في ليبيا على عكس موقفها في الثورة؟ الذي جعل روسيا تتدخل هو أمرين. الأمر الأول أمر داخلي، يعني ينعكس علينا نحن كليبيين. السياسيين الليبيين من يعني بعد الثورة مباشرة ومرحلة الاستقرار يعني مستمرين على روسيا، يعني في طلب ودها وطلب تدخلها وطلب بناء العلاقة معها. النقطة الثانية، مثلا روسيا وجدت نفسها بعد ثورات الربيع العربي أنها يعني خارج المشهد، فأرادت أن تكون جزء من المشهد، فتدخلت في سوريا، والآن تريد أن تدخل في ليبيا، أو تدخلت في ليبيا في دعمها جزئي لخليفة حفتر، رغم أن الآن هناك فيه خلاف هل روسيا تدعم في خليفة حفتر أم لا، لأن الروس الآن يعني يريدون أن يدعموا قرار الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت ما زالوا يعني ما زالت يديهم مع خليفة حفتر في دعمه في جانب آخر. لكن الإشكالية هنا في يعني بيت القصيد في هذه المسألة، نحن الليبيين لماذا نذهب إلى روسيا ولماذا نذهب إلى الدول الأخرى؟ يعني علينا أن نفكر في أنفسنا، نفكر في طلب ود المخالفي، يعني نطلب ود البرلمان أو ود المؤتمر أو ود القبائل أو ود مثلا الكيانات السياسية أو ود مؤسسات مجتمع مدني، أولى لي من أن نطلب ود روسيا أو ود الأمريكان أو ود غيره. فكرتك يعني في هذه النقطة يجب أن يكون داخلي. يعني أرجيك عذر على المقاطعة، نذهب إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا. فيما استبشر كثيرون بنبأ توحيد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باعتباره خطوة نحو استعادة نشاط الصادرات الليبية، يرى البعض أن الواقع يحمل صعوبات وتحديات كثيرة أمام حل أزمة تصدير النفط وإعادة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية. وعلى رأس هذه التحديات سيطرة بعض الفصائل المسلحة على حقول النفط الرئيسية، بالإضافة إلى عدم اعتراف مجلس النواب في طبرق بهذا الاتفاق. بيّن الكاتب معتز علي في مقال على الموقع الإعلامي الأمريكي أويل بريس أن الاتفاق من أجل توحيد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مثل خبرا سارا لدفع الصادرات الليبية، ولكن الواقع أن سيطرة بعض الفصائل المسلحة على حقول النفط الرئيسية يفرض إشراكها في الاتفاق، ويعترف الاتفاق بمجلس النواب في طبرق كهيئة تشريعية موحدة لكل ليبيا وبحكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية. ولكن قبل أن تبدأ المراهنات حول إغراق السوق من النفط الليبي، ما يزال الاتفاق يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو أمر غير مسلم به. وصرح رئيس لجنة النفط في مجلس النواب عيسى العريبي بأنه لم يتم الإبلاغ مسبقا عن الاتفاق بين الطرفين، وبين العريبي أن هناك حاجة لضمانات إضافية لتحديد المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، إضافة إلى ضمانات إضافية حول التوزيع العادل للنفط بين مختلف المناطق الليبية.
واعتبر الكاتب أن عودة الصادرات النفطية يتطلب اتفاقا واسعا بين الفصائل السياسية والعسكرية في البلاد، وفيما رحبت حكومة الوفاق الوطني بالاتفاق إلا أنها ضخمت من أهميته. ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أسكا نيوز أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تسعى إلى إعادة فتح 4 من أكبر الموانئ النفطية في البلاد وزيادة الإنتاج، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لتوحيد المؤسسة. ومن خلال ذلك تهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعادة إنعاش قطاع الطاقة الذي يشهد أزمة بسبب الصراع المسلح بين مختلف الجماعات المسلحة والهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية من قبل تنظيم الدولة، ما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج فضلا عن إغلاق عدد من الموانئ. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: بعد توحيد المؤسسة الوطنية للنفط يعتبر فتح الموانئ والزيادة في الإنتاج من أولوياتنا المطلقة. وذكر مصطفى صنع الله أيضا أن مقر المؤسسة الوطنية للنفط سيتم نقله إلى بنغازي بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية والبنى التحتية بذلك. سيد أرجيك، أبدأ معك الحوار في المحور الأخير. الكاتب معتز علي في مقاله تحدث عن حاجة عودة صادرات النفط إلى اتفاق واسع. أين تكمن مشكلة الخلاف بين الأطراف على أزمة النفط حاليا؟ من السياق ملاحظ أن أكبر مشكلة في موضوع مؤسسة النفط هو المكان. وطبعا هذا يعني تستغرب، يعني مثلا اقتصاد الدولة واقتصاد ليبيا كلها يعني يعجز في قصة البحث عن حله، لأن مكانه في طرابلس أو بنغازي. ضعوه في أي مكان يعني تشاؤون، المهم بالنسبة للمواطن أن تتحرك العجلة الاقتصاد الليبي وأن يتم تصدير النفط الليبي لكي ينتعش الاقتصاد الليبي وينتعش بذلك كل مثلا كل مناحي الحياة في ليبيا. الإشكالية في نقاش هؤلاء أو في نحن لا نريد هذا، ونحن ممكن نعرقل مثلا التصدير في بعض الموانئ المنطقة الشرقية لأن المؤسسة غير موجودة في المنطقة الشرقية، هذا إشكالية كبيرة صراحة. نعم. يعني عجز في قضية فهم الإدارة، عجز في قضية فهم الحياة أصلا يعني. نعم. يعني وربما من الإشكاليات الأخرى التي ذكرها عضو البرلمان عيسى العريبي هم يحتاجون إلى ضمانات إضافية بشأن التوزيع العادل في النفط. يعني انطلاقا من تصريحات صنع الله وهو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بشأن انتقال المؤسسة إلى بنغازي بعد الاستقرار الوضع الأمني، هل يمكن أن يكون هذا التطور دافعا للأمام للعملية السياسية في ليبيا؟ ورسالة أيضا للمؤسسات السيادية في البلاد نحو توحيد الصفوف باختصار. ما قاله سيد صنع الله في قضية نقل الها عبارة عن يعني طلب، ودهم يعني مثلا اطمئنوا بأن نحن لا نريد أن تكون مؤسسة في أي مكان، هذا ما قاله سيد، ما يفهم من كلام سيد صنع الله. لكن ما يقوله العريبي شخص ليس مهني ولا يفهم في هذا الموضوع، يريد ضمانات تقسيم الثروة. كيف تقسم الثروة؟ على أي أساس؟ يعني هذا موضوع مثلا يعني على اساس جهوي ام قبلي ام مناطقي ام يعني. انا هذا السيد العريبي يضع اشكاليه في اقتصاد ليبيا. هذا الشخص المفروض يحاسب امام القانون. لماذا يعني يطالب بتوزيع الثروه على اي اساس؟ وصلت فكرتك سيد رقيق. وصلنا مشاهدينا ايضا الى نهايه حلقه اليوم. اشكرك ضيفنا عبر سكايب من دبلن الكاتب الصحفي ادم رقيق، شكرا جزيلا لك. كما ننوه مشاهدينا إلى أن هذا البرنامج يتم إنتاجه بمعاونة المرصد الليبي للأعلام. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.